عجليتا 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 يا اخوان مفيش نو عجليتا عجليتا نور بن قام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عجليتا 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 الحقيقة سمحة عجليتا عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن الضد الحارقني عجليتا 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 يا اخوان نظر طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا 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 إن شاء الله وبإذن الله عجليتا الليلة يتوفق في شغله لكن يا خالتي عجليتا ده لو ما غير طريقته دي شركة واحدة بتقبله ما في بغيرها وحاطة ما بغيرها قبل أنا سامعة جلال بينضم معاه وقاعد يقول له تليج وكسير تليج وكلام زي ده انت الناس عليك زول جلال ده عنده مصنع تليج مصنع تليج شنو يا خالتي قصدي يعني انه كيف يتعامل مع المدير ويحترمه وهم شي يشكره يعني كان دار قهوه يمشي يجيبه له دار شاي يمشي يجيبه له يعني حاجه زي دي كده انا والله هدا كسير التليك لك كان كدي قطع شك اكليته بينجح في الكسير ان شاء الله شوف يا اكليته هاي احنا قربنا نوصل الشركه هاي زي ما قلت لك هاي كسر تليك مين ما نخش ممكن مع المدير كده كسر تليك والله قلنا المشكلة كسر التليج كيف يعني ما بعرف كسر التليج ده كيف يعني كيف يا اكليتا شوف احنا ما نخش لازم تقابل المدير لما تقابل المدير تعالي له ابتسامة جميلة تنفقه يعني يقول اي كلام انت تقول له صح ايوه تمام اي حاجة لو يقول اي كلام تقول له صح صح تنفخ المدير ده نفخة كده لغاية ما هو ذاته ما يصدق انه ده ذات والكلام ده فيه هو يعني كان كلامه كان كذب كان صح اقول له انت صح تنفخ ده قسمه كسر التليج تنفخ شفتها لازم تكسر التليج انا ما عنديش حداد يا اخي ما انا بشتغل يا اخي انا متاكد ان شهادتك دي مميزه ورائعه وجميله واحسن شهادات لكن انت قطرك فات خلاص بالحكومه قطرك فات شوف يا اكليتا لازم تكسر التليج كويس بعدين يا اخي راعي لامك دي يا اخي كويس يا اخي لكن دار اسالك تكسر التليج ده جابه منه كيف يعني اول زول يعني القصه دي شنو يعني ليه كسر التليج وكسر التليج كسر التليج ده في مدير مكتب السيد الوزير هاي ونحن خاشين كده اللي قلنا لك بكسر في التلج بكسر في التلج عشان يعمل مويه بارده يديها للوزير يا اخي ده مدير مكتب الوزير بكسر التلج انت شنو يا اخي شوف احنا ماشيين بكسر التلج مفهوم كويس احاول راح اسمع دي واحد حرامي نط في بيت عزاز قوي ما تخلينا في مالي لا فرقوية بطلين طبيب الحسوة العزابي قام يشرب موية والله صحتك والله خطير السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام سعادتك أنا استأذن وبمشي بجيك بعدين تكمل لي النقطة كويس؟ قلت لي يلا بيت عزابة بجيك تاني بجيك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حالك شرف خير السلام عليكم مرحبا الحمد لله وشكرا تفضل حالك مرحبا بك أنا جلال وده إكليتا من طرف أيمن أي والله أيمن كلمني أيمن كلمني نعم منو فيكم المحاسب؟ أنا عجليتا أنا المحاسب أنت المحاسب؟ أي وطولت ما اشتغلت لا في الحكومة لا في الخاص مالك؟ وفي الحقيقة يعني في الحقيقة هو طبعا كان مفكر إنه يغترب فطوال يقول مغترب لكن بس الظروف يعني بمناسبة الغربة دي أحكي لكم نكتة عندنا واحد مغترب 10 سنوات
جاء بعد الاغتراب الجماعة شبكوا لك عرس عرس عرس، قال لهم لا 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 أنا جاي بس أكل ملح العيمية بس. خلاص كويس. خلي تلفونك في السكرتارية عشان اتصل عليك. خلاص طشكت الموضوع خلاص طشكته. قلت لك ما تتصل علي، عامل نقطة تقل باي خلي. اه يا خالتي انا تاني اعمل له شنو يا خالتي؟ والله يا ولدي ما قصرت معاه، لكن هو راسه ناشف يا ولدي. الله يهديك الله يهديك، كسرت لي. اخوانا اخوانا ذهب الساكت يا اخي، نعمل شنو يا اخي؟ انت ترضى لنا ذهبل كده يا اخي؟ المدير ذهبل انت منو يا اخي؟ يا اخي ذهبل ذهبل يا اخي. هسه الحل شنو؟ كسرت لي كسرت لي يا اخي، فرصه ليك احسن ليك احسن ليك، كسرت لي انت خسران حاجه يا اخي. السلام عليكم. مرحبا. عندنا مواعيد مع المدير. لكن اتأخرتوا 5 دقايق. احنا اصلا شنو كان اتفضلوا اتفضلوا عشان 5 دقايق عشان اتأخرنا 5 دقايق. اتفضلوا ادخلوا للمدير. لو سمحت. نعم. صلح اللياقه بتاعت قميصك. شهاداتك سليمة 100%. صاحب بتنقصك الخبرة لكن بتلقى عندنا هنا. خبرة؟ خبرة؟ قلت لنا ساعتك الخبرة؟ لا قوية 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 قوية. الله ساعتك لقينا؟ قال شنو؟ قال خبرة. قال لقى عندنا هنا. اتفضلوا اطلع برا. اتفضلوا برا. وشنو؟ وشنو يا اخي؟ تتهابلوا لنا ما نضحك لكم ما تشغلونا. نتهابل لكم ما تضحكوا تطردونا. عتليتا يا اخوانا في شنو؟ دول بنقام على السجية، النصيحة في لسانه بالنية. عتليتا عتليتا عتليتا. الحقيقة سمحة إلا إن عتليتا مرة. عتليتا عتليتا عتليتا. عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني. عتليتا عتليتا يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي، لو ما عاجبكم خلوني. عتليتا يا عتليتا 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 عتليتا.